الفترة اللي فاتت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل مجهود رهيب في ان هو يحاول يوفر اكبر كمية ممكنة من المعونات اللي تقدر تدخل لأهالينا في غزة. الشباب اللي اشتغلوا عملوا مجهود خرافي، فكرة تعبئة الكراتين، فكرة انها تتحط في الشاحنات، فكرة اعادة رص الشاحنات، فكرة يعني ان كل ده يحصل. الشاحنات دي محملة باطنان من المساعدات. تعالوا نشوف مع بعض الشباب المصري عمل ايه والمتطوعين المصريين عملوا ايه في تجهيز وتقديم المساعدات لاشقائنا في غزة. زميلنا كريم بيبرس كان موجود هناك وجاب لنا تفاصيل عن اللي حصل. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر، أو ممكن نقول صباح النصر أو صباح العزة لغزة. كل دي أمال وطموحات وأماني لكل اللي قاعدين هنا في معبر رفح المصري. كل اللي قاعدين هنا عندهم أمال كبيرة جدا جدا في يوم النصر لفلسطين. لكن قبل ما نوصل لليوم ده أكيد في محاولات كتيرة جدا من الشعب المصري ومن الدولة المصرية ومجهودات كبيرة جدا جدا زي ما احنا شايفين ورايا دلوقتي كده في الكاميرا، إن هم يدخلوا بس على الأقل كخطوة أولى المساعدات للشعب الفلسطيني. دي جانب من المساعدات اللي بيتم وضعها داخل السيارات شحن اللي بتروح للمعبر من ناحية المعبر المصري لناحية قطاع غزة. هنروح دلوقتي نعمل لقاءات مع سائقي النقل والشاحنات وكمان المتطوعين بالتحالف الوطني الاهلي عشان نعرف منهم كده ايامهم كانت عامله ازاي وقعدتهم كانت عامله ازاي وهم قاعدين مرابطين هنا من معبر رفح كانت عامله ازاي. تعالوا كده نلقي نظره سوا مع بعض، يلا بينا. مؤسسة أبو العنين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقالنا أكتر من 13 يوم على أرض رفح. النهارده هدفنا من دخل لأهالينا وأسرنا داخل فلسطين 30,000 طن مواد غذائية. طبعا سهلة الفتحة عشان تعرف حضرتك جوه الوضع بيبقى صعب في يعني اللي هي التونة، الحاجات، العلب، المعلبات. إحنا كلنا مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كلنا مترابطين مع بعض، كلنا متعايشين في خيم هنا مترابطين على الأرض رفح. هدفنا كل المؤسسات ان كل المواد الغذائيه وكل الادويه وكل اللحيفه اللي قدام حضرتك وكل الحاجات اللي داخل التريلات انها توصل لاهالينا جوه. طبعا فخور جدا وسعيد جدا ان الحاجه ابتدت تخش، لان فعلا هم في اشد الاحتياج للحاجه ديت، وخصوصا الفتره الصعبه اللي هم عاشوها خلال الفتره اللي فاتت. واحنا بنبلغهم وبنقول لهم ان شعب مصر كله وراكو وهنفضل وراكو لحد ما توصل كل المساعدات والاغذيه والالحفه داخل فلسطين ان شاء الله. احنا متواجدين هنا من يوم السبت يوم 21 من ساعه انفتح باب تقديم المساعدات لقطاع فلسطين. طبعا بنك الطعام متواجد هنا ب 50,000 كرتونه، 50,000 كرتونه فيها مكونات غذائيه سهله الاستخدام طبعا عشان الحرب اللي يعني تشهدها في فلسطين. احنا طبعا بقالنا كام يوم شغالين على مدار الساعه على كل ده. احنا بنجهز العربيات على اساس ان هي ان شاء الله بتنزل على اماكن نقاط التفتيش وعلشان ان شاء الله تخش على قطاع غزه. المبيت بتاعنا في المعبر، يعني احنا قاعدين هنا في خيم موجوده هنا في المكان المجاور متواجدين فيها. يعني احنا مرابطين على الحاجه بتاعتنا لحد ان شاء الله نوصل امانه لحد ان شاء الله قطاع فلسطين. ان شاء الله الدفعه الاولى بعد ما تخش في سلسله متتاليه من الدفعات المتلاحقه باذن الله الفتره اللي جايه. الاول احنا تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه ومن خلال مظله التحالف الوطني لعمل الاهلي التنموي، احنا كجمعيه الاورمان مقدمين 10,000 بطانيه من خلال جمعيه الاورمان، موجودين هنا قدام معبر رفح البري، موجودين بالظبط من 10 ايام. احنا هنا ممثلين عن جميع الشباب اللي في مصر كلهم يتمنوا ان هم يجوا مكاننا هنا باذن الله، واحنا هنا في افضل حال باذن الله. ومع كل يوم في دخول عربيات احنا بيبقى عندنا كميه سعاده كبيره جدا وكميه فرحه ان احنا بنقدر نوصل رساله ان احنا موجودين هنا كلنا علشان نقدر ندخل المساعدات من التحالف الوطني لاخواتنا واشقائنا في غزه.
وبعد ما شفنا كده وسمعنا كلام المتطوعين بالتحالف الوطني هنا من أمام معبر رفح، كمان كنا بنقول لكم ان احنا هنشوف كمان سائقي الشاحنات اللي قاعدين هنا بقالهم ايام كبيره جدا، ما حدش فيهم فكر ان هو يتراجع، ما حدش فيهم فكر ان هو يقول لا انا هرجع بيتي مش هكمل مشوار. خلينا نتكلم معاهم ونشوف كده يا ترى هم بيعملوا ده ليه، يا ترى كده احساسهم ايه وهم بيعملوا ده. تعالوا بينا يلا نشوف. في البدايه برحب بحضرتك وعايز اعرف منك انت في البدايه بقالك كام يوم هنا واحساسك ايه؟ بقالي 11 يوم واحساس شيء جميل طبعا، مبسوط. انا شيء بسيطني مثلا ان احنا واقفين مع اخواتنا الفلسطينيين طبعا، واحنا ضد اي حاجه، احنا مع الفلسطينيين في اي شيء هم محتاجينه. انا راجل سواق طبعا، ويعني لو دخلنا حتى لو في اي شيء احنا ضد اي حد بقى ضد فلسطين، احنا مع فلسطين في اي شيء. خليني اسالك كده، انت ال 11 يوم ده كنت قاعد فيهم فين؟ عايش ازاي؟ مين معاك من زمايلك؟ احكي لي كده، بتناموا فين؟ بتاكلوا فين؟ بتشربوا فين؟ طبعا قاعدين في السياره، معايا ما شاء الله سواقين كتير، معايا بلديات 11 سواق. هو حاجه كويسه ان احنا قاعدين في سياراتنا مستنيين ان احنا نعدي الحاجه بالسلامه لاخواتنا الفلسطينيين. طيب خليني اسالك سؤال برضو مهم جدا، انت راجل متجوز وعندك بيت؟ طبعا اكيد. طيب انت مستعد ان انت فعلا سايب اهلك وسايب بيتك وقاعد في الشارع، شايف انه هل القضيه تستحق ده من وجهه نظرك؟ تستحق اكتر من كده طبعا. بيتي قاعد الحمد لله كويس، وانا الحمد لله كويس طبعا ان انا واقف مع اخواتي الفلسطينيين، وشيء يبسطني طبعا. احساسكم كان ايه لما شفتوا زمايلكم اول ما دخلوا جوه المعبر؟ اداكوا امل؟ وهل لما مثلا في حاجات وقفت قالوا هتخش مش ترجع حسيتوا بالاحباط ولا الدنيا كانت عامله ازاي؟ لا الدنيا جميله الحمد لله، وحسينا بالامل باذن الله، واخواتنا دخلوا بالسلامه وطلعوا، واحنا ان شاء الله باذن الله بكره او بعد بكره داخلين بالسلامه ان شاء الله. فالحقيقه احنا اللي فخورين بيهم وباللي عملوه. لازم يعني الاخ الاخير اللي كان بيتكلم السائق مع كريم بيبرس، هو بيقول له انا عندي اولاد وعندي اسره، لازم اولاده في البيت يعرفوا ان هو بطل، لازم يكونوا فخورين باللي بيعمله. الراجل بقاله 11 يوم قاعد في العربيه، انتم متخيلين ان هو يعني ما فيش اي وسيله من وسائل الاعاشه البسيطه؟ يعني هو راجل قاعد في عربيته، بينزل يقعد جنب العربيه، بينام جنب العربيه، وكله امل. بيقول لك ان احنا خلاص ان شاء الله يوم يومين بالكتير قوي وندخل احنا كمان نفرغ الحموله او الشحن اللي موجوده معانا ونرجع. الابطال اللي موجودين من المتطوعين الشباب كلكم ابطال الحقيقه، وكلكم بتقوموا بدور مهم جدا، وطبعا هم اكيد مكملين لانه ما زالت هناك قوافل من المساعدات بتيجي سواء من مصر عن طريق التحالف او حتى من دول تانية بتصل يمنا من مطار العريش لمعبر رفح، فما زالوا شغالين في تجهيز هذه القوافل من المساعدات. عايزه بس اقول حاجه يا شاذلي، لما بنقول كلمه بطل دي مش مبالغه اعلاميه، احنا بنطلقها على الابطال اللي موجودين هناك. البطل مش زي ما تصدر لنا لمده سنين في الدراما وفي السينما، لازم يكون شخص خارق عنده القدره على انه بيطير ويروح ويجي، او يكون شخص رهيب محارب بيعمل حاجات ما هياش في قدرات. البطل هو الشخص اللي بيجيد عمله وبشده في ظروف شديده الصعوبه، ويكون مؤمن باللي هو بيعمله وبيعمله بمنتهى الاتقان والحب والاخلاص. حاجه صغيره جدا ممكن تفرق جدا في حاله ناس كتير قوي. مجرد التركيز على التواجد هناك، مجرد انك تفضل قاعد وثابت في مكانك ومستمر في تقديم الخدمة، وبتحاول تعمل بكل قلب انك تدخل المساعدات لاخواتنا، اعتقد دي بطولة، وبطولة لا يستهان بها.